السلام عليكم يا أقوى مبرمجين. اليوم حنتعلم كيف نبلش بلغة بايثون، كيف نكتب أول بروجرام لنا بهيدي اللغة. واتفقنا قبل أنه فيكم تشتغلوا على أي سوفتوير أنتم بدكم إياه، ونحن حنشتغل على سوفتوير أناكوندا ونكتب بقلب الجوبيتر نوتبوك بهيدا السوفتوير. طيب ليش اخترنا سوفتوير لنشتغل فيه؟ مثل ما حكينا قبل، إذا في شخصين بدهم يتعرفوا على بعض لازم يكون عم يحكوا نفس اللغة ليقدروا يفهموا بعض. يعني إذا أنا هلا عم بحكي عربي، المفروض الشخص الثاني لا يفهمني يكون عم يحكي نفس اللغة عربي. أو إذا أنا عم بحكي إنجليش، الشخص الثاني يحكي إنجليش، بنقدر نفهم على بعض. طريقة ثانية إنه يكون في مترجم. هذا المترجم إذا أنا بحكي عربي هو بيفهم اللغة العربية، وإذا الشخص الثاني بيحكي إنجليش هو حيترجم له اللي أنا حكيته بالعربي للغة الإنجليزية، والعكس صحيح. طيب هذا المترجم يلي هو حيكون موجود بيني وبين الكمبيوتر، مثل ما حكينا الكمبيوتر بيفهم 1 0 1 0 1 0، يا 1 يا 0، وانا يا بدي احكي معه باللغه اللي بفهمها هو الكمبيوتر اللي هي 1 0 1 0 1 0، انها شيء كثير صعب. لهيك خلقت لغه البرمجه، لانه انا هلا حاحكي مع الكمبيوتر بلغه برمجه اللي هو بيفهمها، ان كانت بايثون سي جافا وغيرها. فانا حاحكي معه اتفقنا بلغه بايثون اللي هو بايثون بروجرامينج، كود خاص ليفهم فيه الكمبيوتر. ليفهم الكمبيوتر حيكون في مترجم بالنص اللي هو السوفتوير اللي نحن حنشتغل عليه. هيدا السوفتوير حيحول اللغة اللي أنا كتبتها ل 1 0 1 0 1 0 اللي بيفهمها الكمبيوتر. لهيك نحن حنبلش نشتغل بقلب الجوبيتر نوتبوك بلغة البرمجة بايثون حتى يفهمنا الكمبيوتر شو عم نقصد. فخلينا سوا نبلش نكتب أول كود لنا بلغة بايثون، ونتعلم أساسيات بالبرمجة بلغة بايثون سوا. بتمنى من الكل يشترك بالشانل، وخلينا نبلش. يلا شباب، أول شغلة نحن حنعملها حنفتح السوفتوير اللي حنشتغل عليه اللي هو جوبيتر نوتبوك. فأنا المفروض اللي أعمله إني أفتح أناكوندا، يبين عندي أناكوندا برومت وأناكوندا نافيجيتور. حكينا فيهم الفرق بالفيديو السابق، كيف نتعامل مع أناكوندا برومت أو كيف نتعامل مع أناكوندا نافيجيتور. اتفقنا أنه أنا دايما حاشتغل بأناكوندا برومت مبدئيا لأنه أسهل، ولبعدين بيكون أسهل أكثر. anyway بكتب اسم السوفتوير اللي تعمل معه، إن كان جوبيتر نوتبوك أو جوبيتر لاب أو حتى سبايدر أو سوفتوير تاني. أنا اللي علي أكتب اسم السوفتوير، أفس أنتر، هو مباشرة حيخلق اللينك يلي أنا ببرمج بقلبه جوبيتر نوتبوك. بنلاحظ أنه بيّن عنا هيدا اللينك اللي هون. هيدا اللينك اللي هون ببعض الحالات ما بيفتح البراوزر دايركتلي، يعني مثل ما انتم شايفين على الشاشه اللي وراي انه فتح البراوزر دايركتلي وعمل لي اللينك اللي هو الهوم بقلب الجوبيتر نوتبوك. اوقات ما بيفتح دغري، انا بعمل كوبي لهيدا اللينك بحطه هون عندي بالبراوزر لتقدر تفتح عندي هيدي الصفحه. اللوكيشن نفسه اللي كان موجود بالاناكوندا برومت، انا حروح على الديسكتوب واعمل كرييت لنيو بايثون فايل. هيدا البايثون نتذكر دايما انه الادز لازم يكونوا متفقين ليقدر يشتغل السوفتوير صح. اوكي ننطر شوية وقت هيفتح معنا دايركت. مثل ما الله ملاحظين بيّن عنا الفايل وكتب لي هون كلمة كيرنل ريدي، يعني صار كله شغال. مجرد ما كتبها انا فيني اعمل رينيم لهيدا الفايل وسميه ستار، تمام، واعمل رينيم لقله وهو دايركت لعمل سيف، او فيني اعمل انا سيف لهيدا الفايل. اللي حنتعلمه هلا انه كيف نبلش باساس هيدي اللغه. يعني انا فيني هون بالجوبيتر نوت بوك اكتب 1 + 1 شيفت انتر، دغري يعطيني هو الاوتبوت لها. يعني شو جمع 1 + 1؟ هو 2. برجع فيني اقول له 5 + 8 5 + 8، اقول له شيفت انتر حتى يعطيني الاوت تاعي اللي هو 13. انا ما بس فيني اعمل عمليه الجمع، فيني اعمل عمليه طرح، 4 + 6 شيفت انتر حيقول لي ناقص 2. فيني كمان اعمل كذا عملية مثل 4 × 2 + 5 shift enter يعطيني الجواب. طبعا فيني كمان لانه هو هلأ جمع ضرب 4 بـ2، من بعدها جمع 5 مثل ما عقلنا بيفكر فيه او مثل ما الطريقة الصحيحة تعتها. فيني كان اعمل هيك 4 × 2 + 5 مشان يجمعون ومن بعدها يضربون بـ4، فعطاني جواب 28. شوفوا كيف هيك نتعامل معهم، كيف انا بكتبهم بالطريقة العادية للضرب والجمع والطرح بنفس الطريقة. فيني اعمل 4 × 3 او over 3 shift enter
اعطاني نوعه لهيدا الفاريبل صار فلوت. هلا بعدين حنحكي عنهم اكثر بالفيديو الثاني على الفاريبل وانواع الفاريبل الموجوده عندنا، بس اعطاني رقم بقلب فاصله. لو انا قسمت 4 over 2 كان اعطاني 2.0، يعني كمان اعطاني رقم في فاصله، لانه هو عم يعتبر انه انا طالما عم بعمل ديفيجن هيدا الرقم ممكن يكون في فاصله ان كان 0 او غيره. طيب شو في عندي كمان؟ عندي 10 مودولو 2. انا هون مثل اذا بيقولوا لنا كود ايفن اور اود، يعني اذا انت بتعمل مودولو اوفر 2 مودولو 2 لاي رقم، ان كان الريست 0 بيكون هيدا الرقم ايفن يعني بير، يعني هيدا الرقم هو مجوز. اما ان كان الجواب تاعي الاوتبوت هو 1 بيكون امبير، بيكون اود، بيكون مفرق. تمام، فيني اتاكد من هالطريقه، فيني اعمل 10 مودولو 3 والمفروض يعطيني 1. فانا على الاساس فيني اعمل كذا عمليه حسابيه. كمان فيني استعمل فانكشن، ومن الفانكشن اللي كتير مشهوره اللي هي برنت فانكشن. بلاحظ دوما تغير دغري للاخضر، خليني انا اعمل كذا سيلز مشان يبين علينا من فوق. فيني اعمل برنت لنمبر، مثلا برنت 2 يطبع لي نمبر. فيني اعمل برنت لجمله، والجمله المشهوره اللي هي هلو وورلد، هلو وورلد. طيب مجرد ما اكتب الجمله زي ما بعمل شيفت انتر قال لي invalid syntax، يعني انت هلا كاتب شيء غلط بقلب هيدي الفانكشن. طيب شو الغلط؟ اذا اسمها بالاخضر يعني اسم صح، فاتح ومسكر بارانتيز، لانه اي فانكشن حنشوف بعدين بتاخذ 2 بارانتيز تفتح وتسكر. طيب شو الغلط؟ الغلط هو اللي بقلبها، اللي بقلبها طالما انت كاتب جمله المفروض هيدي الجمله يا تكون بسنجل كوتس يا تكون بدبل كوتس. يعني هيدي الجمله الموجوده اللي هون، هي سترينج الموجوده بقلبها، بعدين حنفهم شو معنى سترينج وغيرها، هيدي لازم تكون يا بسنجل كوتس يا بدبل كوتس. فانا المفروض اتاكد انه هيدي الجمله اللي انا كاتبها يا بتكون بسنجل كوتس يا بدبل كوتس، لانه انا بديها تنطبع على الشاشه مثل ما انا شايفها. شيفت انتر هلو. طيب كان فيني انا اطبعها بطريقه تانية، هلو وورد. تمام، فانطبعت كاوتبوت وبين كودز، لانه في فرق بين انك تطبع تعيد لفانكشن فانكشن برنت تطبع لك اياها، في فرق بين انك تكتب انت الجمله تطبعها دايركتلي، في فرق بيناتهم. ولاحظين هون الاوتبوت ما بين عندي اوت، وبين دغري الجمله المطبوعه، اما هون بين عندي الاوت وبينت الجملة مثل ما هي بسنجل كوتس. كان فيني انا اكيد حط دبل كوتس، شيفت انتر وتبين عندي. طيب فاذا استعملنا سنجل كوتس او دبل كوتس ما في فرق بيناتهم. طيب امتى فيني غير بيناتهم، او امتى الافضل غير بيناتهم؟ هلا ببعض الحالات اوقات بكتب انا جملة بيكون في اشياء ما بدي بينها، او بدي بين السنجل كوتس بقلبها. يعني اذا كتبت print للجملة مثلا single quote ehabs here مثلا، تمام، منلاحظ انه هون في error. هو حقيقة منه error بالكتابة، هو error بالمعنى اللي حتفهمه function print. يعني انا فتحت single quote وسكرتها، فهو هلأ فهم انه هيدي الجملة خلصت. من بعدها منلاحظ اللون هون تغير، يعني صار بالأسود بطل بالأحمر كأنه جملة، يعني بطل موجود باثنين سينجل كوتس، صار هون في سينجل كوتس جديدة فهي عملت الأحمر للي بعدها. طيب أنا بدي أطبع هيدي الكوتس اللي هون. هلا عندي كذا طريقة، أول واحدة منهم أني بدل ما أستعمل سينجل كوتس بستعمل دبل كوتس، يعني بغير الكوتس اللي برا اللي هن سينجل بعملهم دبل، فهلأ هيدي اللي جوا حتنطبع مثل ما هي. هيدي إحدى الطرق اللي فيني استعملها. طيب شو الطريقة الثانية اللي بقدر أنا استعملها؟ الطريقة الثانية إنه فيني أعمل print ل single quotes he has here. فكرت بس أنا هيدي single quotes الموجودة هون بدي إياها تدل، لهيك أنا فيني أقول له إنه هيدي منا من الكود تاعي، حط الكاركتر سلاش. تمام، فهيك انا فهم الكمبيوتر او فهم هيدي اللغه او هيدي الفانكشن انه اللي بقلبك هيدي الكودز اللي موجوده هون هي منا من اساس الكود، هي منا كودز لانا اكتب بقلبها جمله،
حطيت بقلبها سلاش انه ما تقري لي اياها ككودز لانه سكر الجمله، هي كاركتر سبيشال كاركتر انا مدخله. فتمام شيفت انتر سلاش ما حتبين بس الكودز مبينه قدامي. فهيدي طريقه ثانيه لاكتب انا بقلب البرنت. تمام؟ طيب شو في هسه اشياء؟ الاشياء الموجوده كمان انه انا فيني اعمل برنت إيهاب، خليني أفتح سينجل كودز إيهاب is here slash n where shift enter. طيب لاحظ هون كتب لي إيهاب is here، كتب الجملة مثل ما هي، من بعد أنا قلت له slash n where، يعني ما كتب لي هو slash n where، ما كتبها أبدا، عمل نزل على new line وكتب where underscore أو علامة سؤال، فنزل هو على سطر جديد. لأني أنا لازم أفهم هون إنه لما أنا بحط سلاش إن بقلب الجملة اللي عندي إياها، هو حيفهمها مش إنه طبع لي سلاش إن، هو اللي حيفهمها إنه نزل على سطر جديد. يعني سلاش إن معناتها نزل على سطر جديد وكفي بالطباعة اللي بعدك اللي هي وير. تمام؟ فسلاش إن معناتها نزل على سطر جديد. طيب سلاش تي معناتها 8 سبيس. فأنا هون لازم أعرف بعض الأمور مثل سلاش إن وسلاش تي اللي كتير بستعملهم. سلاش إن يعني نزل على سطر جديد وكفي بالطباعة، سلاش تي يعني روح 8 سبيس وكفي بالطباعة. تمام؟ فهيدي من الأمور اللي أنا لازم أعرفها. فنحن هلا بيكون من ورا هيدا الكود تعلمنا كيف نعمل عمليات حسابية بسيطة، إن كانت عملية واحدة أو مجموعة عمليات بقسمة ضرب موديلو، فيني استعمل اسا 2 قسمة، او فيني اعمل مثلا 4 times times 2، يعني كأنه عم قلو 4 power 2، 2 ضرب يعني power، ماشي puissance. فانا عمليات البسيطة تعلمناهم، وكمان تعلمنا كيف نستعمل function print يلي بقلبها فيني اطبع جملة، فيني اطبع جملة بقلبها slash n يعني زي عفاته جديد، slash t يعني عمل 8 space، او اذا كان عندي single quotes كيف بطبعها للsingle quotes directly، يا بغير سينجل كود بعمل دبل كود، يا اما بحط سلاش قبله لانه خلي هيدا سبيشال كاركتر موجود عندي. فبتمنى ان استفدت من هالفيديو، يعمل لايك سبسكرايب للشانل ويوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس. ثانك يو.